لا تدع مظهره يخدعك. عندما تنظر إليه تحتار ما إذا كان خنزيرا أو فارا أو قندسا أو فرس نهر. إنه مزيج مدهش من الحيوانات في حيوان واحد، وسليل أحد الحيوانات المنقرضة قبل ملايين السنين، لكنه تفوق على أجداده. ذلك هو أضخم القوارض في العالم، الكابيبارا. تابعونا للنهاية. كن أول من يشاهد مقاطع الفيديو الجديدة، اشترك في القناة وفعل كل الإشعارات. خنزير المياه أو الكابيبارا نوع من القوارض ينحدر من أحد الحيوانات المنقرضة، وهو الفأر الصفروت الذي عاش قبل 34 مليون سنة. لكن الكابيبارا تفوق على أجداده في حجمه وصفاته، فله جسم على شكل برميل ممتلئ بالشحوم والدهون، له رأس قصير وخطم مرتفع غير حاد، وتنمو أسنانه الأمامية البارزة باستمرار طوال حياته. ويتمتع خنزير المياه بفراء هش يميل إلى اللون البني المحمر وباهت عند منطقة البطن. له أقدام مكففة جزئيا تتكون من 4 أصابع في كل قدم أمامية و3 في كل قدم خلفية. وفي المتوسط يبلغ طول خنزير الماء البالغ ما بين 3.5 إلى 4.5 أقدام، ويبلغ ارتفاعه حوالي 2 قدم، ويمكن أن يصل وزنه إلى 80 كيلوغراما. خنزير المياه حيوان برمائي يعيش في معظم أنحاء أمريكا الجنوبية، حيث بحيرات الغابات المطيرة والأنهار والمستنقعات والأراضي الرطبة قليلة الملوحة، وكذلك الأراضي العشبية التي غمرتها الفيضانات موسميا والصافانا. الماء إنه مصدر حياة خنزير المياه، إذ يأكل النباتات المائية والأعشاب، ويستخدم الماء نفسه للهروب من الخطر والحيوانات المفترسة التي تستهدفه. إنه يستخدم أقدامه المكففة للسباحة والمشي. على الرغم من أن خنزير المياه سباح ممتاز، إلا أنه قادر على الجري بسرعة مثل الحصان على الأرض. لكن على عكس معظم القوارض، لا يستطيع خنزير المياه الاحتفاظ بالطعام في أقدامه الأمامية عند التغذية. يقضي خنزير المياه ساعات النهار في الراحة، ويغرق في المياه الضحلة والطين ليظل باردا خلال يوم حار قبل أن يتجول في المساء للرعي. يأكل إلى ما يصل 4 كيلوغرامات من العشب يوميا، وخلال موسم الجفاف عندما تجف الأعشاب الطازجة ونباتات المياه، يأكل الكابيبارا القصب والحبوب والبطيخ والقرع، كما أنه يأكل فضلاته للحصول على البكتيريا المفيدة لمساعدة معدته على تكسير الألياف السميكة في وجباته. وفي حدائق الحيوانات يمكن أن يأكل خنزير المياه البسكويت من البشر. الكابيبارا حيوان اجتماعي جدا، فهو يشكل وحدات عائلية تتكون من 10 إلى 30 حيوانا، بل ويمكن أن تصل المجموعة إلى 100 فرد. يتميز الكابيبارا بأنه حيوان شجاع، إذ يشارك الأفراد البالغين في المجموعة في الدفاع عن أراضيهم ضد الغرباء، مع رائحة تميز نطاقاتهم بإفرازات من غدد الرائحة والبول. وتتكون المجموعة العائلية المثالية لخنزير المياه من ذكر مهيمن، واحد أو أكثر من الذكور التابعين، وواحدة أو أكثر من الإناث، بالإضافة إلى ذرية من مختلف الأعمار. ويمتلك الذكر المسيطر حق التزاوج من جميع الإناث، ويحدث التزاوج مرة واحدة في السنة خلال موسم الأمطار. وبعد 130 إلى 150 يوما من الحمل تلد الأنثى على الأرض ما بين 1 إلى 8 صغار، قبل أن تأخذ صغارها بعد ساعات إلى المياه. يمكن أن يرضع الصغار من أي أنثى في المجموعة، ويبدأون في أكل العشب بعد أسبوع، ويتم فطامهم بعد حوالي 16 أسبوعا. يعيش خنزير المياه 4 سنوات في المتوسط فقط، لأنه فريسة شائعة للعديد من الحيوانات المفترسة في موطنه، أبرزها آفع الأناكوندا وتمساح الكايمان ونمور الجاكوار. خنزير المياه إنه مزيج مدهش من حيوانات مختلفة، فهو يشبه كثيرا الخنزير الغيني لكنه يفوقه حجما، كما يشبه القندس لكنه بلا ذيل، ويشترك أيضا في شيء ما مع فرس النهر، حيث تم العثور على عينيه وأذنيه وفتحات الأنف بالقرب من أعلى الرأس. ويستطيع خنزير المياه أن يرفع تلك الأجزاء فقط من المياه ليعلم كل ما يحتاج لمعرفته حول محيطه، بينما يظل باقي جسده مختبئا تحت المياه. لكنه في النهاية من سلالة الفئران،
ورغم ذلك فهو حيوان ودود للغاية وأليف جدا، ويحب الكابيبارا أن يتم احتضانه ومداعبته من قبل البشر، لكنه مع ذلك يتعرض للقتل كثيرا على أيديهم. نأمل بأن ينال المحتوى إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.